رافقة لمجلس الطلاب في إعدادية طه حسين، فطبيعي بده يكون عندنا أسبوع الديمقراطية بانتخاب لجان صفية، بانتخاب مناديب للصفوف، بانتخاب رئيس مجلس طلاب. فكان عندنا هذا الأسبوع كلياته أسبوع الديمقراطية. إذا انتبهت لما فت على المدرسة كتابات للطلاب، سواء لوحات سواء أنا عارف تعليق بالونات، أشياء اللي الولد حاول يعبر عن رأيه لمين بدعم. إذا أعطينا للأولاد بهذا الأسبوع كلياته يعبروا عن رأيهم، يدعموا طالب معين من المدرسة. طبعا كمان فعاليات كان الصبح للطلاب نفس المرشحين، سواء كانوا يلقوا كلمات أو كانوا مثلا طلاب من صفوفهم عن طريق أغنية، دعايات انتخابية للطلاب نفسهم توصلنا لموعد الانتخابات. حاولنا السنة نطلع عن الطريقة التقليدية واللي هي عن طريق الصناديق الاقتراع، عن طريق الأوراق. وبدي أفطنك هون أنا بصفتي معلمة علوم، طبعا عندنا إحنا مدرستنا هي المدرسة الخضراء اللي هي طبعا إحنا قديمنا نقدر نقلل استعمال الأوراق. ففي البيت راودتني فكرة إنه هات نشوف ليش ما نستغنيش عن الأوراق بالمرة، وإحنا طبعا بفترة اللي هي التكنولوجيا والحاسوب فايتة في بيوتنا، في مدارسنا، في أي محل إحنا نتحرك طلابنا. طبعاً هالقد التكنولوجيا مأثرة على حياتنا، فحاولت أنا أشرك التكنولوجيا ونشتغل عن طريق التكنولوجيا. فحاولت إنه الانتخابات تكون عن طريق الإنترنت، وتساعدت طبعاً بإنسان مهني اللي بنالنا البرنامج اللي يقدر الولد يصوت. وبهيك تنزلنا عن هاي الأوراق والطرق التقليدية، وبهاي الطريقة قللنا وقت، قللنا استعمال الأوراق. يعني كنا كل نهار إحنا نقعد الولد يصوت ويقترح وإحنا نعد ونفرز الأصوات، ثاني يوم نعطيه النتائج. طب اليوم أنت خلال 3 ساعات بيكون مدرسة اللي هي مؤلفة من 900 طالب بيكونوا صاروا مصوتين، وعلى المحشيات أنت بتقدر تشوف النتائج. مش بس هيك، أنت بتقدر تطلع خلال التصويت تشوف مين الولد اللي ما صوتش، مين الولد اللي غلط، إذا في نعرف نسبة التصويت لوين وصلت. خلال التصويت بتصير تقدر تشوف كل ولد لأي نسبة وصل. فحاولين إحنا نمشي مع العصر مع التكنولوجيا. نعم. يا أخي بالنسبة لقضية مجلس الطلاب، تحكينا يعني قديش مهم قضية مجلس الطلاب وجوده في المدرسة والفعاليات اللي بيقوم فيها؟ حسب رأيي مجلس الطلاب هو منفذ كثير منيح للطالب، لنفسيته، يعبر عن رأيه، إيش الأشياء اللي هو بحبها. طبعا إحنا كمعلمين كبار أنت بتفكر بالأشياء اللي أنت بدك إياها، بس لما أنت بتسأل الولد إيش بدك، ممكن الولد يجيب لك أفكار من عالمه هو، أنت اللي أنت مش مفكر فيها بالمرة ومفكر إنه شو الولد يفكر بهاي الطريقة. بس حاول أنت، إحنا موجودين لخدمة الطلاب. نعم. لأن خدمة الطلاب كيف بدك تخدمه وتبسطه، بالأول بدك تسأله إيش اللي بيحبه عشان تعطيه إياه وتخدمه فيه، وبالآخر يطلع مبسوط. طبعا مجلس الطلاب بتألف من 28 طالب. إسا طبعا آخر النهار بنعرف مين رئيس مجلس الطلاب، نبدأ بنجتمع طبعا مع بعض، نضع خطة عمل عن طريقها. طبعا كل مندوب بيكون مع صفه وبيسأل صفه شو الأشياء، شو الفعاليات، شو الأشياء اللي الطالب بتوقعها من المدرسة تخدمه فيها تساعده فيها. احنا بعدنا إسا طبعا احنا عندنا خطة أولية، بس هاي طبعا تفكير المعلم وإحنا الكبار، بس احنا نشوف الطالب لوين بيصل وين بيفكر. شكرا جزيلا لك. معنا المربي سلوى أبرية، مديرة مدرسة طه حسين الإعدادية سخنين. يعني اليوم أحد الأيام الديمقراطية اللي أنتوا طبعا نظمتوها، اليوم في انتخابات لمجلس الطلاب، تحكينا قديش في أهمية لقضية تفعيل المواضيع أو البرامج اللي هي تربوية وثقافية للطلاب في المدرسة. أخ أمين شكرا طبعا لإلك أنت عمل في شيء وتعمل تقرير عن هذا الموضوع. بس إحنا زي ما هو معروف المدرسة هي مش بس وظيفتها تعلم المواد التعليمية، إنما برضو وظيفتها أنها تعد الطلاب والأولاد للحياة، يطلعوا على الحياة يكونوا جاهزين لكثير شغلات اللي ممكن يواجهوها. إحنا بالمدرسة مرقنا في أسبوع سميناه أسبوع الديمقراطية، اللي فيه الأولاد انكشفوا على فعاليات لمساهمتهم بالمجتمع ولعمل الأشياء بشكل ديمقراطي. كان هناك انتخابات للجان صفية من كل صف، وتكوين مجلس للطلاب اللي هو يعمل على تطوير شغلات معينة اللي هي بتخص الطلاب بمساعدة الإدارة ومساعدة كمان لجنة أولياء الأمور. فإحنا توجنا كل هذا الأسبوع بانتخابات لرئاسة مجلس الطلاب، والانتخابات طبعا في إلها قوانين، في إلها أنظمة، الطلاب كلها انكشفوا على القوانين وعلى الأنظمة. وكل واحد من المرشحين زي كيف تنعمل انتخابات بشكل طبيعي بحياتنا، كان في هناك إمكانية أنه يعملوا دعايات، يقدموا برنامج العمل تاعهم.
فكان الاولاد كل طلاب المدرسه انكشفوا على هاي البرامج، كان في مقابلات مع المرشحين يجاوبوا على اسئله الطلاب. واليوم طبعا زي ما انت شايف احنا اليوم القمه تبع هذا الاسبوع اللي هو انتخاب رئيس لمجلس الطلاب. انتم بتحاولوا تعطوا الطلاب فسحه من الامكانيات انه يقرروا لانفسهم بعض الامور، بعض الفعاليات؟ طبعا بمساعدة مجلس الطلاب، المندوبين من مجلس الطلاب بالذات الرئيس بيشترك في اجتماعات اللي هي بتخص الإدارة والهيئة التدريسية، وبقدم طلبات اللي ممكن الإدارة برضه تأخذها بعين الاعتبار. يعني زي ما استفي واحد من المرشحين على جدول الأعمال تاعه، بما إنه إحنا المدرسة قررنا من السنة اللي فاتت إنه ما في عنا رحلات نوم لأسباب طبعا عديدة، فبجدول الأعمال تاعه وعد الطلاب إنه يعمل على إنه يقنع إدارة المدرسة إنها ترجع رحلات النوم. فهذا الموضوع هو مش موضوع منهي، احنا طبعا في امكانيه والموضوع ممكن يكون فيه جدال وممكن يكون فيه مساهمه لتغيير قرارات معينه اللي هي بخدمه الطلاب. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.